عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. زيد بن ثابت وحيري وحن الصحورني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله إلى تركيسة ثم قام إلى الصلاة. إن تأدب إذا رسولك الصلاة وكعي قال أنس أنس وحيري قلت لزيد زيد وعن كوري كم بين الأذان والسحور إن تأود حيسي وقتك السحور شضئيو الدمادة قال قدر 50 آية كنت آية ضد إلا آخريو آية أود حيسي عن وحلقات الماما يا سيدة وقتك السحور تقول ويد وقتك واقود الله يا سيدة يقول ويد بلقى قاضني مركا تأخير السحور والسنة مركي اللي ويديي وأنا سبن مالك ويديي زيد بن الثابت كم بين الأذان والسحور أذانك الصبح حلو أدمايو وحلوك في ذا أذانك الضمب أواب مركو دي الله على أدمايو أذانك أي السحور الشضى انت أود حيسي وحوري قدر 50 آية كنت آية دود قدر كلا آخرية أود حيسي آية ذي هو حيو قيل سمن آية دادير آية دا أن دادرين أو قابن إي آية دا دحد حادا وحلقو حنبار يا بيدا دين علمدو إن لوغت شي ذا آيات متوسطة كنتن آيادود او دحدحاد اه او كوا دادرنا ان اهين كوا آتك او قابلنا ان اهين قدر لغا اخريو قراءة اللفتيد وحيلاه ده هي قراءة سريع او دقدق اه يمت ترتيل اه قراءة مركا قاروا حيو قيبيان الى افر قيبوض بيو قيبيان مركا علماء قاروا حيو حنبارين هبك اللو اخرين ينا ان اهين متوسطة وآدنا اين او ديرينين آدنا اين او قابلين إنك استوى النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سو قراءة ذو أي أبضنا الترتيل إن أي كلا صار صاران أسد جن وأخريا هل كواحد كجرنا يسا إن سحور تلو سور دويه وبرجة على إسكا إلى لنا يا أم واجة أو وقت هراين لسحورتي وقت الدنبال لسحورته وحفضل بدن إن وقت الدنبال لسحورته حفضل بدن سيد حديث كبا وشيغي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور